الأول كل سنة وانتم طيبين، والمفروض هنتكلم النهاردة عن جزء الميديا باينج، تفاصيل الميديا باينج، يعني إيه ميديا باينج. لو في أي أسئلة بنبتدي نجاوب عليها. المفروض الميديا باينج بيرز ده بيعمل إيه، والمفروض شغلانته دي بتمشي إزاي. التاريخ بتاع الميديا باينج ده المفروض ابتدى ازاي، والمفروض انا علشان ابقى ميديا بايرز، ميديا باير المفروض اعمل يعني اعمل ايه، يعني المفروض ان انا امشي ازاي، ويعني ايه ميديا باير بلان او ميديا بينج بلان، والتفاصيل دي كلها. ونبتدي بقى نخش في مناقشات كده مختلفة. طيب ميديا باير ده برضو من الأسئلة اللي كانت بتيجي، اللي هو الميديا باير ده المفروض الرينج بتاع السالري بتاعه بيبقى كام، المفروض هي دي شغلانه اصلا يعني مكمله اصلا في الكارير بتاع الماركتينج، وليها مستقبل ولا لا، الكلام ده كله. تمام، طيب خلينا كده نتكلم الاول عن مفهوم الميديا باير. المفروض الراجل بتاع الميديا باير ده بيعمل ايه؟ يعني انا لو بتاع ميديا باير، او انا المفروض قبل ما ابتدي في اي مجال المفروض ان انا افهم الراجل ده الشغلانه اللي بيعملها دي بتعمل ايه، او الراجل اللي هيشتغل ميديا باير ده المفروض شغلانته بتعمل ايه، وهل هو ليه مكملات ولا لا. تعالوا كده ناخد الراجل ده ونحطه في الاول كده، ونشوف المفروض الراجل ده ايه كل المحاور وكل الأسئلة اللي بتدور حواليه. يعني الراجل ده عليه أسئلة واستفسارات وعليه حاجات كده كتيرة. خلينا نشوف الأول إيه هو الميديا باير. الميديا باير ده المفروض الشخص اللي بيشتري مساحة إعلانية لشركة معينة عشان يوصل رسالتها للأودينس. طيب يعني إيه الكلام ده؟ يعني كده ولنفترض إن أنا المفروض عندي شركة، أوكي؟ طيب الشركة دي، تمام، خلينا نقول ان دي مثلا ولنفترض شركه عقارات، اوكي تمام، دي شركه عقارات. طيب شركه العقارات دي المفروض ان هي محتاجه ان هي تعمل عندها بروجكت جديد، عندها مشروع جديد. طيب المشروع الجديد ده المفروض ان هي عندها مجموعه من العملاء، تمام، المفروض ان هم بيشتروا، تمام. طيب المفروض بقى العملاء اللي هم هيشتروا دول، تمام، ايه اصلا توصلهم ازاي؟ يعني انا دلوقتي عندي مجموعه من العملاء، اوصلها ازاي؟ انا بقى كشركه عقارات المفروض ان انا هنا بجيب الراجل بتاع الميديا باير ده عشان يوصل شركه العقارات دي بالاودينس عشان تشتري. المفروض ان هي يوصل شركه العقارات بالاودينس عشان يشتروا. طب عشان الراجل ده يشتغل لازم بيعمل خطوات محدده، تمام. افهم ان الميديا باير هو مش حد بتاع اعلانات بس، وبيكون ريليتد باجزاء تانية في الشركه، وريليتد بديتيلز كتيره علشان يقدر يوصل العملاء للاودينس والاودينس للعملاء. طيب ده بيكون من خلال ايه؟ يعني ايه الدايره اللي بتيجي فيها الاودينس وبيجي فيها الناس بتوع الميديا باير ده؟ الدايره دي اسمها، تمام، اللي هي المساحة الإعلانية نفسها، تمام، الدايرة دي اللي هي بتكون المساحة الإعلانية، تمام، المساحة الإعلانية، تمام. طب المساحة الإعلانية دي ممكن تكون أصلاً إيه؟ يعني ممكن تكون يعني إيه مساحة إعلانية؟ طيب المساحة الإعلانية هنا اللي إحنا بنتكلم فيها دي مش هي بس اللي زي ما احنا بنشوفها، يعني مثلا ال الفيسبوك وانستجرام وتيك توك وما الى ذلك. لا، المساحه الاعلانيه دي بيكون ليها تفاصيل تانية خالص، تمام، بيكون ليها بلاتفورمز مختلفه، يكون ليها اودينس محددين بيشتغل عليهم وما الى ذلك. فانا دلوقتي لو انا هشتغل كميديا باير، فانا بعمل ايه؟ انا المفروض بشتغل على ان انا اجيب مساحه اعلانيه عشان اوصل بيها الشركات، تمام، اوصل رسالتها للعملاء عشان يشتروا. طيب انا عشان اوصلهم للعملاء عشان يشتروا لازم يكون في
اسباب. يعني تعال كده بس نشوف المساحات الاعلانيه دي هتكون زي ايه. زي مثلا يافطه تمام في الشارع، تمام. انا بحاول على قد ما اقدر دايما وانا بوضح فكره ان انا اخد التفاصيل البسيطه ومن غير ما نخش في اكسبريشنز، ما بنتكلم في اجزاء هي ابتدائيه او اجزاء لسه في البدايه، لازم نتكلم على المواضيع من غير ما نخش في اكسبريشن. يعني مش عايز اقول لك دلوقتي الاكسبريشنز بقى والمصطلحات ونتكلم بتفاصيل هي ادفانسد اكتر، علشان ما نخشش في موضوع انت تلاقي نفسك في الاخر مش فاهم الكلام اللي بيتقال وحاسس ان الكلام كبير عليك. عشان كده بتلاقينا بناخد الايه المواضيع باكسبريشنز بسيطه او بمعاني ومصطلحات بسيطه. طيب فخلينا هنا، انا دلوقتي المفروض ان انا كواحد بتاع ميديا باير زي ما احنا قلنا، المفروض ان انا بشتغل على مساحه اعلانيه. طيب المساحه الاعلانيه دي لما انا بجيبها زي مثلا يافطه، زي مثلا رولب، تمام، زي مثلا تلفزيون، اعلان في التلفزيون، زي مثلا اعلان في مثلا جورنال، زي مثلا انا بحاول اجيب لكم الامثله اللي هي او المساحات الاعلانيه اللي هي مش بتيجي في دماغكم اول ما بنقول ميديا باير. ميديا باير ده اول ما في ناس كده اول ما بيجي في دماغها ميديا باير او بتسمع الاسم ده تفتكر الداشبورد بتاعت فيسبوك على طول، تمام، مع ان الموضوع اكبر من كده يعني. طيب فيسبوك بقى، تمام، جوجل، تمام، دي كلها مساحات اعلانيه. اي مكان اقدر احط فيه الكلام بتاع الشركه عشان اوصله للاودينس فده اعلان. لو انا في مثلا ستيكر بيتحط على البرودكت زي مثلا ما بنشوف مثلا ستيكر مثلا محطوط على مثلا غساله، مثلا لو انت رحت اشتريت غساله ولا حاجه ولقيت عليها ستيكر كده من الظهر ان هو ممكن تشتري غير الغساله دي منتجات تانية مثلا زي البوتاجازات وما الى ذلك، فدي كده مساحه اعلانيه هو بتاع الميديا باير قال ان احنا هنحط فيها عشان نعمل الماركت لبقيه المنتجات، تمام. فهنا هو عنده رؤيه مختلفه، عنده رؤيه مختلفه. فالراجل ده بيعمل ايه؟ بيفكر ان هو ازاي يوصل رساله الشركة العقارات مثلا للعملاء في مساحه اعلانيه مختلفه، تمام. طب الراجل بقى بتاع الميديا باير ده، تمام، ده كده احنا بنتكلم عن الميديا بينج كمفهوم، مش بنتكلم عن الميديا باير نفسه الشخص as a person. طب الشخص بقى تعالى كده لو احنا اتكلمنا عن الموضوع كشخص، تمام، كشخص انت بتتكلم ازاي؟ تعالى كده نكبر الخط شويه عشان الناس تشوف، تمام. تمام، انت دلوقتي المفروض كشخص، تمام، انت كشخص المفروض كشخص المفروض بتكون عامل ازاي؟ انا بقى كبتاع ميديا باير المفروض ان انا اكون فاهم ايه وعارف ايه او التفاصيل بتاعتي ممكن تكون ماشيه ازاي. الميديا باير كشخص انت محتاج تكون فاهم البلاتفورمز كلها، البلاتفورم، تمام، كلها، اوكي، تمام. البلاتفورمز دي اللي مقصود بيها ايه، او انا كبلاتفورم هنا بقصد بيها ايه؟ زي بالظبط البلاتفورم اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، او المساحات الاعلانيه، تبقى فاهم المساحات الاعلانيه كلها. يعني مثلا ابقى فاهم الداشبورد بتاعت فيسبوك، ابقى فاهم لو انا المفروض هعمل اعلان في يافطه هعمله ازاي، ابقى فاهم اعلان في التلفزيون ده اعمله ازاي، ابقى فاهم اعلان على رولا ده يتعمل ازاي وما الى ذلك، تمام. فانت تبقى فاهم البلاتفورمز كلها، تمام. طيب از ديجيتال انت لازم تكون فاهم البلاتفورمز بكل ما يحتويها، يعني الداشبورد دي او اللوحه اللي بنتحكم فيها في الاعلانات دي بتبقى عامله ازاي وما الى ذلك، تبقى فاهم ايه انواع الاعلانات نفسها اللي بتتعمل وكل الحاجات دي، تمام. لازم تكون راجل بيفكر باستراتيجيات. يعني ايه بفكر باستراتيجيات؟ يعني مثلا انا دلوقتي المفروض ان انا عندي شركة عقارات بعمل لها اعلان، وشغال على بروجكت تاني بيتكلم مثلا على منتجات هي ان انا ببيع نوتس، تمام، ببيع كشاكيل للمدارس، اوكي. طيب انت دلوقتي علشان تكون بتقدر تطلع اعلان يماتش مع العملاء بتوع العقارات ده تفكير،
وان انت تفكر ازاي تعمل اعلان يماتش مع الشركه التانيه بتاعه الكراريس زي ما قلنا، او زي مثلا بتاعه النوتس وما الى ذلك، ده تفكير تاني. فانت لازم أن يكون عندك رؤيه وازاي تقدر تشتغل على ده. فور اكزامبل، مثلا احنا هنعمل اعلان نجيب بيه الناس، نتارجت بيه الناس بتوعنا، ولما نجيب الاعلان ده ونتارجت بيه الناس، المفروض ان احنا ياخدوا فكره عننا كبيره. بعد كده هناخد الناس دي ونبتدي نتارجتها تاني بان احنا ان الناس دي تشتري من عندنا. يعني مثلا انا عندي مثلا ببيع اونلاين، اوكي؟ طيب انا بعت اونلاين، قلت للناس على الفيسبوك مثلا يا جماعه احنا دلوقتي النهارده عندنا منتج جديد عليه 50% خصم، اوكي؟ الناس دخلت شافت المنتج ال 50%، ومثلا الناس اللي دخلت 100 شخص، تمام؟ طيب ال 100 شخص دول المفروض ان دخل منهم 10 بس اشتروا، فانا عندي 90 شخص ما اشتروش. ابقى انا بقى كشخص كميديا باير افهم ازاي اخد ال 90 شخص دول وابتدي استهدفهم تاني عشان اطلعهم ان هم يشتروا. طب ال 90 شخص دول لما عشان اجيبهم تاني ممكن اعمل لهم ايه؟ ممكن اعمل لهم اكتر من حاجه، زي اوفر، زي ان انا اقول لهم مثلا ان انت لو جيت اشتريت دبل تاخد عليه مثلا واحده هديه، زي بالظبط ان انت تخش كومبيتيشن، زي مثلا ان انت زي مثلا ان انت تدخل مسابقه مثلا مختلفه، زي مثلا ان انت تدخل على سحب وما الى ذلك، تمام؟ زي ان انت مثلا تبتدي مثلا تجاوب على اسئله معينه او تحل كويز معين، الكويز ده هيكسبك نقط والنقط دي تقدر وما الى ذلك، تمام؟ فانت محتاج ان انت تبقى فاهم الاودينس بتوعك بشكل كويس، وتفهم البلاتفورم بشكل كويس جدا جدا جدا. وغير الكلام ده كله، انت محتاج تفهم بشكل كبير طبيعة البلاتفورمز نفسها، تمام؟ ثانية كده. تمام، فانت محتاج تفهم طبيعة ايه البلاتفورم، وتكون عندك استراتيجيات مختلفة. طيب ايه تاني ممكن ان انت تكون محتاجه؟ محتاج ان انت تكون بتمارس، تمام؟ بتمارس بشكل مهم جدا جدا جدا. اي حد مش بيمارس في الشغلانه بتاعت الميديا بيرز دي او ميديا بانك، هو مش هيقدر يتطور، مش هيقدر يطلع كونسبتس مختلفه، مش هيقدر ان هو يشتغل على بلاتفورمز مختلفه، مش هيقدر ان هو يطلع استراتيجيز مختلفه، مش هيقدر يعمل اي حاجه. طب هل الممارسه هنا شرط اساسي؟ اه، الممارسه شرط اساسي كبير وعامل اساسي، بان انت تكون فاهم ان انت تقدر تطلع استراتيجيات مختلفه، ان انت تقدر تنجح في المجال ده. فانت نجاحك في المجال ده بيعتمد على ان انت كشخص تفهم البلاتفورم، وتكون بتفكر باستراتيجيات مختلفه، وتقدر تنافس، تقدر تمارس ايه على كل البلاتفورمز المختلفه، تمام؟ طيب انت دلوقتي خلاص قدرت ان انت تمارس، وقدرت ان انت تفكر باستراتيجيات مختلفة وفاهم البلاتفورمز المختلفة، لازم كمان ان انت تكون فاهم، تمام؟ فاهم مكملات المجال. يعني ايه فاهم مكملات المجال؟ يعني مثلا لما انت تكون بتشتغل على الميديا بانك اعلان، لازم أن تكون فاهم طبيعة الكونتنت، تمام؟ يعني ايه طبيعة الكونتنت؟ يعني مثلا مش لازم أن تكتب كونتنت، انت لازم أن تكون فاهم يعني ايه كونتنت، وهل الكونتنت ده بيماتشنج بشكل فعلي مع الاعلان ولا لا. يعني مثلا انا من عوامل نجاح الاعلانات الديزاين، هل انا لازم اعمل ديزاين؟ لا، انت لازم أن تكون فاهم طبيعة الديزاين اللي بيتماشى مع الاعلانات. هل طبيعة الديزاين اللي بتتماشى مع الاعلانات دي صح ولا غلط؟ هل الديزاين ده بالنسبه لي هو مقبول ولا لا؟ هل الديزاين ده هيشد العملاء ولا لا؟ تمام؟ طيب ولنفترض ان انت بتعمل مثلا كامبين، والكامبين دي مش ناجحه، فانت لازم أن تعمل اناليسز ليها، لازم أن تكون فاهم الاناليسز بشكل كبير. طيب انت مش قادر تفهم الاناليسز ومش قادر تحلل الاناليسز، ده هيكون بسبب ايه؟ بسبب ان انت مش فاهم طبيعه الكونتنت او الكابشنز اللي مكتوبه، هل هي صح ولا لا، وبتتارجت العملاء ولا لا، مش قادر تفهم الديزاين ده بيتارجت فعلا الناس دي صح ولا لا، وما الى ذلك. طيب لازم تكون فاهم
ازاي تعمل اناليسز للبرودكت، ازاي تعمل اناليسز للعملاء، ازاي تعمل اناليسز للكومباتر بتوعك وما الى ذلك، تكون فاهم المكملات بتاعت المجال بتاعك. طب انا مش فاهم كونتنت، لا مش هتقدر تحكم بشكل كبير. طيب انا مش فاهم مثلا ديزاين، او مش فاهم في الكولرز وما الى ذلك، لا دي هيكون عندك فيها تاثير شويه. طب انا مش قادر اناليسز الويب سايت اللي انا بعمل عليه اعلان او بتارجت ان الناس كونفرجن عليه، مش عارف الويب سايت فيه مشاكل، لازم تكون فاهم طبيعه الويب سايت، هل الويب سايت ده ناجح ولا لا، هل افيلبل ان انا اعمل اعلان والناس تخش اليو اي واليو اكس اللي هو تجربه المستخدم نفسها هتكون لطيفه ولا لا، الناس هتحب الويب سايت ولا لا، الاسعار دي منافسه ولا لا. لازم تكون فاهم الماركتنج بحد ذاته. لو انت فاهم ماركتنج كويس وفاهم جزء في الديجيتال بشكل كبير، ده هيفرق معاك بشكل كبير جدا جدا جدا. تمام. طيب انت بقى كميديا باير، كشخص زي ما قلنا لازم تكون فاهم بلاتفورم، تكون بتفكر باستراتيجيات مختلفة، تكون بتمارس بشكل كبير، تكون فاهم مكملات المجال بشكل أساسي، ويكون عقليتك تكون أدلة إن هي إيه تتفهم ده. طيب ده كده مفهوم الميديا باين، يعني أنا يعني إيه ميديا باين، ومين الشخص ده، والمفروض إن هو بيشتغل على شركات، انا باخد من شركات العقارات، والمفروض بفهم طبيعه البريف بتاع الشركه، البريف ده اللي هو المنتجات، الوضع بتاع الشركه عامل ازاي، تفاصيل الشركه من جوه ماشيه ازاي، هل التيم نفسه وما الى ذلك. تمام. فهنا لازم ان انت تاخد ملخص، تمام، ملخص المنتج والشركة، تمام، وتكون فاهم مين المنافسين، تمام، وتكون فاهم ايه قلنا المنتج والشركة والمنافسين، وتعرف طبعا ايه العملاء. تمام. الحاجات دي مهمة جدا جدا وأساسية عشان تاخدها من الشركة، وتقدر ان انت فعليا وانت بتاخدها من الشركة تبقى فاهمها بشكل كويس، وقادر ان انت تطلع اعلان بشكل كويس. طيب بعض الناس لما بتيجي تشتغل ك ادفرتايزنج او تيجي تشتغل كاعلانات، تمام، بتبتدي تشتغل الموضوع كامبين فيسبوك مثلا، اوكي، يعني فور اكزامبل مثلا انا عندي بروجكت، اوكي، طيب البروجكت ده، تمام، تعالى كده نشوف هنا، ناخد مربع تاني ونتكلم في الحتة بتاعة طبيعة الميديا بينج اصلا كشغل. بعض الناس بتيجي تشتغل ازاي، والله انا المفروض هعمل كامبين، اوكي، طيب الكامبين دي بيبتدي ان هو يشتغل عليها دايركت، انت كده ده مش شغل الميديا باير. يعني ايه؟ يعني انا المفروض عندي برودكت، والبرودكت ده انا محتاج ابيعه. حلو جدا. طب انت محتاج تبيع البرودكت ده واعمل لك عليه اعلانات، يلا بينا نعمل اعلان. ده كده مش صح. ليه بقى؟ انت مش فاهم طبيعة المنتج، مش فاهم انت بتنافس مين، مش متأكد 100% هل العملة دي هتتجاوب معاك بالشكل ده ولا لا، هل انت فاهم الاسعار في السوق عاملة ازاي. طيب دي اول نقطة، تمام، الفهم الكامل. تمام. انا بقى المفروض هشتغل بقى، فانا عشان اشتغل بعمل ايه؟ الفهم الكامل لطبيعة ايه الصناعة نفسها، اوكي، انا ببقى فاهم انا دلوقتي المفروض ان انا هبتدي اشتغل لمطعم، اوكي، طب المطعم ده بقى هل شغال بشكل كويس، في منافسين ليه، هل الاكل بتاعه كويس وطالع بشكل كويس، العملاء اللي بيستهدفهم مين وما الى ذلك. تمام. الاريا اللي هو واللوكيشن اللي شغال عليه ده، لوكيشن مكانه كويس وافيلبل للناس ان هي توصل له بسهوله، لا وما الى، انت مش فاهم الابعاد بتاع الموضوع. فانت لازم تفهم الفهم الكامل لطبيعه ايه الصناعه. في حته الطبيعه بتاعه الصناعه والاندستري نفسها دي، انت لازم تكون فاهم طبيعه المجال. يعني مثلا لو جينا قلنا مكان، مجال زي العقارات، مجال العقارات انت لما بتيجي تشتغل فيه كميديا باير ليه طبيعة مختلفة تماما، انت بتشتغل تراديشنال شوية، وبتشتغل دايركت سيلز، بتشتغل اندايركت سيلز، وبتشتغل ديجيتال،
وبتشتغل حاجات كتير، تمام؟ طيب تعالى مثلا مجال زي مجال الأدوية. في الأدوية لا، أنت لازم بتشتغل الأول على الجزء أوتو سي، إن أنت بتدعم الدكاترة الأول، وبعد ما تدعم الدكاترة تبتدي إن أنت تتكلم مع الصيادلة، وليها لفة مختلفة، تمام؟ ده مجال مختلف. فأنت عشان تشتغل في ميديا بينج أنت لازم تكون فاهم طبيعة المجال. في المطاعم احنا لازم بنتشيك الاول على اللوكيشن، وهل اللوكيشن ده قريب من جامعه، قريب من مجمع مثلا مدارس، قريب من شارع سوق، قريب من ايه بالظبط، عشان نفهم طبيعه الاريا، الناس اللي حواليها ماشيه ازاي او طبيعتهم عامله ازاي، عشان نقدر نبتدي نكونفرجن الناس دي بشكل كويس وما الى ذلك. فانت لازم تفهم طبيعه الصناعه بشكل كبير. طيب بعد ما انت فهمت طبيعة الصناعة بشكل كبير، وفهمت الطبيعة بتاعة المجال، لازم تفهم، تمام، أبعاد، تمام، فريق العمل اللي انت هتشتغل معاه، تمام. بعض الحاجات اللي بتوقع بتوع الميديا بير، الناس اللي بتخدم على شغلها، انا دلوقتي محتاج انفورميشن معينه، مش لاقي حد ياخد منه المعلومات بشكل كافي، يعني ممكن يكون مثلا الكلاينت اللي معايا بيديني المعلومات كده وبيجري، وانا مش قادر اجمع معلومه معينه عشان ابتدي ابني عليها الاستراتيجي بتاعتي. الناس اللي بتشتغل على الويب سايت هم اوريدي مش احسن ناس، فالويب سايت في الضياع، البروجرامر مش قادر يعمل لي الحاجه اللي انا عايزها بالظبط بتاع الديزاين وما الى ذلك. ده طبعا لو انت بتشتغل في شركه او بتشتغل لصالح مكان، المكان ده عنده اوريدي بعض الموظفين، لكن عنده قصور في الميديا بيرنج، بيبتدي يجيب حد من بره. فانت لازم تفهم ابعاد وفهم الناس اللي بتتعامل معاك، تمام؟ اوكي، طيب انت فهمت ابعاد الناس وما الى ذلك، بتبتدي بقى تخش بعد كده في الشغل نفسه. لازم تبني، تمام، ألو، لازم تبني خطة عمل الأول، تمام. هو لو حد بيفتح المايك يا جماعة يخليه يقفل المايك لحد ما نخلص، بعد كده نشوف الأسئلة، تمام. لازم الأول تبني طبيعة الأودينس اللي معاك، تمام، طبيعة الأودينس اللي معاك اللي أنت هتستهدفهم. دي إحنا قلناها، لازم تبني الأول خريطة الإعلانات بتاعتك. يعني إيه خريطة الإعلانات بتاعتك؟ تسمع أنت عن حاجة اسمها السيلز فانل، وبتشوف طبيعة الأودينس نفسهم ماشيين إزاي، تمام؟ هنا خريطة، تمام، العميل نفسه والإعلان. أنا دلوقتي علشان العميل يخش لي المفروض إيه اللي هيحصل؟ هل العميل اللي هيخش لي ده المفروض إن هو هيخش من خلال الويب سايت، تمام، وبعد الويب سايت أبتدي أنا أستهدفه تاني، ولا المفروض ان هو يخش من خلال السوشيال ميديا وهيمشي ازاي؟ تعالى كده نشوف. مثلا انا دلوقتي عندي ده الايه المنتج، او تعالى كده نشوف السيلز فانل بتاعتي ممكن ايه تمشي ازاي، تمام، ونبني عليها، تمام. انا دلوقتي عندي عميل، اوكي، تمام. طيب العميل ده المفروض عشان يجي لي هيجي لي من باب واسع جدا جدا جدا. العميل ده هيمشي ازاي؟ اول حاجه هيشوفني على، تمام، السوشيال ميديا، اوكي، تمام. طيب هو لما شافني على السوشيال ميديا عمل ايه؟ المفروض ان انا خدته من الاعلان بتاع السوشيال ميديا ده ودخلته على الايه، على الموقع، اوكي، تمام. طيب انا لما دخلت العميل ده على الموقع بعد كده، تمام، سجل بياناته، تمام. تعالى كده ناخد ايه الكلام ده تحت كده، تمام. دخل على السوشيال ميديا، وبعد السوشيال ميديا دخل على الموقع، بعد كده سجل بياناته، اوكي. تعالى كده تمام. طب بعد الراجل ده مسجل بياناته، المفروض ايه اللي حصل؟ بعد ما سجل البيانات دي بدأ ان هو ياخد، تمام، فكرة عن المنتجات، تمام. بعد ما خد الفكرة عن المنتجات الراجل ده راح ايه خرج من الموقع، خلاص. طب انا دلوقتي الناس دي المفروض ان انا
هنا طالع لي اكتر من حاجه، الناس دي خدت اورنس وخدت فكره عن المنتجات وشافتها وقلبت في اكتر من منتج وما الى ذلك، وبعد كده خرجت من الموقع. طيب انا بقى مجموعه الناس دي المفروض ان انا هشتغل عليها ازاي؟ طيب انا عندي في ناس تانية تمام خدت نفس السيركل دي تمام، بس بعد ما خدت نفس السيركل دي عملت حاجه تانية، دخلت اشترت تمام. تعالى كده نشوف في ناس تانية بعد ما دخلت على الويب سايت تمام، جه من على السوشيال ميديا وبعد كده دخل على الموقع يسجل بيانات، بعد كده خد فكره عن المنتجات، بعد كده اشترى منتج واحد. اوكي طيب انا دلوقتي عندي نوعين من العملاء، عندي عميل خرج من الويب سايت تمام، وعندي عميل تاني راح اشترى منتج واحد. فانا هنا عندي تو كلاينتس او شريحتين من السوق. طيب انا هنا المفروض كبتاع ميديا بير اكون ماشي ورا كل سيلز فانل انا بعملها لحد ما افاينل منها واعصرها واطلع منها كل حاجه. طب انا عندي هنا الناس اللي دخلت على السوشيال ميديا وشافت الموقع وخدت فكره عن المنتجات وخرجت من الموقع، المفروض الناس دي انا ارجع استهدفها تاني باوفر مختلف او ارجع استهدفها بنفس المنتج اللي خرجت مني. طيب الناس اللي اشترت منتج واحد ابتدي اقول لها لما هتشتروا منتج تاني تمام هتاخدوا عليه خصم اكتر تمام، او لو رشحت عميل تاني. تعالى كده تعالى اوكي ماشي، لو انت رشحت عميل تاني تمام، لو انت رشحت عميل تاني بتاخد خصم تمام. تعالى كده نشوف تمام هنا كده ناخد كده الجزئية دي، لو انت رشحت عميل تاني بتاخد خصم. فهنا انت بتبتدي تسكيل وتبتدي تشوف طبيعة الاودينس بتوعك تمام. تعالى هنا نقول له لو انت تمام. طيب هنا لو رشحت حد واشترى تاخد منتج هدية. اوكي حلو جدا. طب انا هنا بقول له لو انت رشحت عميل تاني، فانا هنا من العميل جبت عميل، من العميل تمام جبت ايه عميل، انا من العميل جبت عميل خلاص، انا من العميل بتاعي لو رشحت عميل جديد تاخد منتج هدية تمام، او تاخد خصم او ايا كان اللي الايه اللي المفروض ان هو ايه هياخده. فانا هنا بشتغل على ان انا اطلع من العميل عميل تمام، اطلع من ايه من العميل عميل تاني. طيب تعالى مثلا للراجل التاني اللي خد فكرة وخرج ده، ببتدي استهدفه بمنتج بعرض جديد تمام. هو ده ببساطة جدا ومن غير كلاكيع ومن غير ما ادخل في تفاصيل تكنيكال قوي، احنا هدفنا النهارده ان انت تفهم طبيعه الراجل ده عايش ازاي بيعمل ايه تمام. طيب ان انا استهدف منتج بعرض جديد. طيب انا دلوقتي عندي كيسز مختلفه، الناس بتخش ولما بتخش بتشوف المنتجات وكل حاجه وما بتشتريش تمام، فابتدي اشوف طب استهدفهم تاني. طب انا بقى هنا المفروض قبل ما اخد الاكشن نفسها، يعني انا قبل ما اخد الاكشن تمام، المفروض ان انا اشوف طبيعه الناس دي وابتدي اتعامل معاها على حسب الكيس اللي حصل. ممكن يكون عندي مشكله تكنيكال، ممكن يكون عندي مشكله ممكن يكون عندي مشكله في طبيعه المنتجات، ممكن يكون عندي مشكله في التسعير، ممكن يكون عندي مشكله ان المنتج بيتباع في حته تانية وعليه اوفر اعلى، ممكن يكون عندي مشكله ان في منافس غيري عنده بنفيتس احسن، ممكن يكون عندي مشكله ان البيدنج استراتيجي الفلوس اللي انا بدفعها وطريقه دفعها والاستراتيجيه بتاعه دفع الاعلان قليله فما تجيبليش عملاء تبتدي تشتري وما الى ذلك. فهنا انا عندي مشكله ان انا لازم احل، لازم ابتدي احل. الميديا بير الصعوبه معايا في حته ان هو شغال بفلوس. يعني ايه شغال بفلوس؟ انا لو بتاع كونتنت ممكن الكونتنت تراجع مره واثنين وثلاثه واربعه وما فيهوش اي مشكله ونبتدي تاخد فيه وقتك تمام؟ حصل بابليش لكونتنت ممكن تعمل له ديليت وتبتدي تبابليش تاني وبتبتدي تلعب من غير خساره تمام؟ او مش من غير خساره، هو من غير خساره مباشره
تمام. لكن طبيعه الكونتنت الفاشل بيجيب خساره، طبيعه الاس اي او الفاشل بيجيب خساره وما الى ذلك. الميديا باير لا، وضع مختلف، هو بيحط فلوس مباشره تمام عشان تجيب انكم مباشر، فهنا هو مكشوف قوي في حته ان هو ناجح او مش ناجح. فعشان كده دايما الناس بتخاف في حته الميديا باير ده، انا اشتغل ميديا باير وانا مش عايز اجرب بفلوس ناس، فبيبقى محتاج ان هو يجرب بفلوسه علشان ان هو ايا كانت النتائج، سواء النتائج دي نيجاتيف او بوزيتيف، فهي بالنسبه له هو اللي متحمل النتيجه والمكسب والخساره والكلام ده كله تمام. طيب انت بعد ما بنيت خريطه العميل والاعلان، هنا في مشكله تمام. بعض الناس تمام، بعض الناس المفروض ان هي تمام تبتدي تشتغل تمام على الكامبين بشكل كامل. يعني ايه الكامبين بشكل كامل؟ يعني في ناس تمام لازما بتشتغل على الكامبين، ولما بتلاقي الكامبين نفسها مش جايبه نتائج، طب اقفل الكامبين وافتح كامبين تاني تمام. فهنا لا، هنا في مشكله، انت لازم تشتغل على الكامبين بايه بشكل كامل. خلينا كده نشوف لو في حد عنده سؤال، وبعد كده نكمل بقيت الكلام، علشان لو كده ندخل في مناقشات شوية، بعد كده نرجع نكمل. خلينا كده نشوف في حد هنا عنده سؤال يفتح المايك أو يرفع إيده، وبعد كده نكمل بقيت الكلام عن البيزكس دي. خلينا نشوف الشات. طيب هو هنا في سؤال بيقول، هل انا كميديا باير المفروض ان انا ابتدي بالتخصصات كلها وبعد كده ابتدي اشتغل على الكميديا باير؟ لا، انت مش لازم تبتدي بالتخصصات كلها وبعد كده تخش ميديا باير، انت ممكن تاخد ميديا باير من الاول، مش لازم انت تدرس كونتنت تدرس اس اي او. احنا كنا بنتكلم في الحته دي ان انت يكون عندك باك جراوند عشان تقدر ان انت تحكم على بتاع الميديا باير، تقدر تشوف هل بتاع الميديا باير ده تقدر تحكم على بتاع الكونتنت، هل بتاع الكونتنت ده شغله كويس ولا لا، هل بتاع الكونتنت ده هل بتاع الكونتنت ده ماشي كاتب لي كونتنت ينفع ولا لا، هل بتاع الكونتنت ده بالنسبه لي هو حد كاتب كونتنت متوافق مع المعايير بتاعتي ولا لا، وما الى ذلك تمام. فانت بتاع الاي سي او، هل هو ظابط الويب سايت بشكل كويس ولا في مشاكل في الويب سايت، فانا لما اشتغل له اعلانات الوضع هيكون مختلف تمام. طيب الناس اللي بتقول على الملخص، هنلخص الدنيا دي في الاخر، ما فيش مشكله تمام. طيب خلينا نكمل. طيب دلوقتي انا بعد ما بنيت الخطه وما الى ذلك، بعض الاخطاء التانية اللي بتحصل ان الناس لما بتيجي تشتغل كامبين بتشتغل كامبين از بلاتفورم واحده بس. يعني ايه؟ يعني لما باجي اشتغل ببتدي احدد انا عايز اعمل كامبين للبرودكت ده، فخلاص اوكي احنا هنشتغل لك فيسبوك. طب انت الوضع مش بيمشي كده، انت لازم بتست اكتر من بلاتفورم، وبعد ما بتست اكتر من بلاتفورم بتشوف انهي واحده بتجيب لك نتائج ب فلوس اقل او صرف اقل، وبعد ما بتجيب لك بصرف اقل بتبتدي تجيب لك العوائد اللي انت مستنيها وتجيب لك النتائج اللي انت مستنيها تمام. تعالى كده نكمل في الحته دي وبعد كده نشوف بقيه ايه الاخطاء. طيب بعد ما بنيت خريطه العميل نفسه والاعلان، بتبتدي بعد كده تشتغل على ان انت تجهز تمام الاعلان نفسه تمام. تمام، وتراقب النتائج. اوكي طيب انت خلاص جهزت الاعلان وبتبتدي تراقب النتائج، بتبتدي بعد ما بتراقب النتائج بتشوف ايه النتائج اللي ماشيه معاك بشكل مظبوط والنتائج اللي مش شغاله بشكل مظبوط تمام، وتبتدي تأدت على النتائج اللي مش ماشيه مظبوط، تبتدي تظبط الاعلان بتاعتك، وتبتدي دايما تراجع على
الاعلانات بتاعتك شغاله بشكل كويس ولا لا، وهل هي بتديك النتائج ولا لا. تمام. طيب بعد ما بتراقب النتائج دي بتبتدي تعدل بما يتناسب مع، تبتدي تعدل بما يتناسب مع ايه؟ مع الايه؟ الهدف للاعلان. اوكي، تبتدي ايه؟ تعدل بما يتناسب مع ايه؟ الهدف للاعلان. طيب تعالى بقى كده نتكلم شويه عن حته الاخطاء نفسها. تمام. انا دلوقتي لو انا عندي غلط او انا عندي خطأ، المفروض ان انا في الاعلانات ايه الحاجات اللي انا المفروض بتحصل عندي وانا شغال وبتديني غلط كبير؟ تمام، ببتدي احس ان انا لا، انا هنا غلطان او انا هنا في حاجه انا عاملها غلط. تمام. اول حاجه، تمام، عدم، تمام، خلينا كده نكبر دي كده سنه بسيطه. تمام، هنقول عدم، تمام، مذاكرة المنتجات والسوق. تمام، انت دلوقتي بتخش بتلاقي نفسك مش مذاكر ولا منتجات ولا سوق ولا انت فاهم اي حاجة، وبتبتدي تعمل اعلان، فتكتشف ان المنتج ده اصلا تعبان، وايه، او المنتج ده مش جيد بشكل كافي وما الى ذلك. تمام. طيب ايه تاني انت ما ذاكرتش وبتبتدي تشتغل على الاعلانات؟ تمام، عدم فهم للبلاتفورمز نفسها. تمام، للقنوات، خلينا نقول القنوات التسويقيه. تمام، انت مش فاهم اصلا الداشبورد بتاعت فيسبوك، مش فاهم الداشبورد بتاعت جوجل، مش فاهم الاوليجراز بتاعتها. طب دي ممكن افهمها منين؟ تفهمها من البلاتفورم نفسها. طب المنتجات والسوق المفروض ادرسهم ازاي؟ بتدرسهم من خلال ان انت تعمل سيرش وتاخد الفيدباك من وكل الانفورميشن من صاحب المنتجات او اللي بيشتغل على المنتجات دي بشكل كبير، والسوق وما الى ذلك. تمام. طب انت مش فاهم القنوات التسويقيه نفسها، لازم زي ما قلت لك ان انت تذاكرها. طب ايه تاني انت في ناس بتشتغل عليه؟ تمام، عدم تحديد، تمام، الهدف من الاعلان، تمام، بالارقام. يعني ايه بالارقام؟ يعني انا دلوقتي محتاج اعمل اعلان عشان عايز ابيع. طب ما انت ممكن تبيع برقم قليل، يبقى انت كده بعت برقم كبير، يبقى انت كده بعت. ممكن تبيع وتبقى خسران، وممكن تبقى ما بتبيعش بس انت، او بعت قليل بس انت كسبان. فهنا انت لازم تحط ارقام تقيس عليها النتائج. تمام، يعني انت لما تيجي تحدد الهدف نفسه، تمام، من الاعلان لازم تحط ليه نتائج. تمام. طيب عدم فهم للخطوات الصح، تمام، لإيه؟ لمراحل العميل نفسه. تمام، انا مش فاهم اصلا ان انا العميل ده ما عندوش اصلا معلومة عن المنتج. يعني مثلا انا دلوقتي بعمل اعلان علشان ابتدي ابيع منتج مثلا، ولنفترض علب عصير. اوكي، طيب انا اصلا الناس ما عندهاش awareness عن المنتج ده، ولا فاهمه ولا تعرف المنتج ده بتاع ايه، ولا خدت عنه فكره قبل كده، وابتدي ان انا ابيع له. طب انت الناس ما عندهاش فكره، انت هتبتدي تبيع لها؟ هو بعض الاستراتيجيات بتقول ايه، ان انا ممكن ان انا اجيب الناس اللي هي اوريدي عندها سرعه رد فعل في الشراء، واستهدف الناس دي ان هي تشتري، بس دي مش بتجيب عميل مستديم. يعني مش عميل عنده اللوياليتي يقدر ان هو يشتري مني بشكل دايم. وفي نفس الوقت هو محتاج ان انت كبرودكت في البدايه، انت محتاج الناس تعرفك، عشان بدل ما تجيب عملاء تشتري منك وتمشي، لا، انت محتاج ان انت تبني عميل يعرفك وبعد كده يخش معاك مراحل. يعني مثلا انا دلوقتي المفروض العميل يخش معاك مرحله الاورنس، يبقى فاهم انت مين وبتعمل ايه، وبعد كده يخش معاك مرحله الكونسيدريشن ويتفاعل معاك ويعرف انت مين وبتعمل ايه، ويبتدي يسال، يفهم اسعارك، يفهم نقطه قوتك، يفهم طبيعه المنتجات بتاعتك وما الى ذلك. بعد كده انت محتاج العميل يبتدي ياخد اكشن معاك ويبتدي ان هو يشتري. طب انا لازم امر بالمراحل دي كلها؟ انت لازم تمر ايه بالمراحل دي عشان العميل يبتدي ان انت تبني عميل يقدر يشتري منك بشكل دائم. طيب ايه تاني ممكن يكون غلط؟ تمام، عدم
تجربة، تمام، المنتجات في قنوات مختلفة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي مش بجرب المنتج ده، بشوفه هو اصلا موجود على انهي بلاتفورم. يعني مثلا انا مثلا لو انا محتاج ابيع فرنيتشر، تمام، طيب الفرنيتشر او المنتجات بتاعت الايه، المنتجات بتاعت البيت دي، تمام، زي فرش البيت. طب هل انا طبيعة المنتجات دي بتتماشى اكتر مع انهي بلاتفورم؟ ممكن والله حد يقول لا لا، فيسبوك هو كل الناس بتشتري عليه. ممكن لا، تمام، ممكن جوجل يكون افضل، تمام. طب انا ممكن اقول تيك توك لان هو مكتسح الدنيا، هو اوريدي مكتسح الدنيا، بس انت قوة التيك توك اصلا في النيتش ده او في المجال ده مش قوية، بل بالعكس ده جوجل قوي، لان طبيعة الناس لما بتيجي تشتري الحاجات دي تعمل سيرش على جوجل اكتر، تمام. طيب وفي نفس الوقت هم مش بيقدروا، عندهمش التراست الكافي ان هم يشتروا دايركت من برودكت من خلال تيك توك. هم محتاجين لو تيك توك ممكن يكون مثلا انفلونسر وما الى ذلك. فانا مش فاهم طبيعة المنتجات دي بياعة اكتر من خلال انهي بلاتفورم، تمام. فانت مش قادر، فانت ده عشان كده بتبني مراحل اسمها مرحلة التيست، تمام، عدم، تمام. فانت عشان كده بقول لك ايه، انت لازم تعمل تجربه، تعمل تيست اصلا، تمام، عدم ان انت ما حطيتش الميزانيه الصح، تمام، عدم توافق الميزانيه مع السوق، تمام. انت اصلا البادجت بتاعتك، تمام، مش متوافقه، تمام، مع البادجت بتاع السوق. المنافس بتاعك حاطط 1000 جنيه وانت حطيت لي 100 جنيه، تمام، وفي نفس الوقت انت الميزانيه بتاعتك مش قادر توزعها بشكل كويس بما يتناسب مع الناس اللي المفروض ان هي تخش لك. الناس اللي المفروض تخش لك انت مش مظبط ومش منسق الميزانيه بتاعتك، مش موزعها بشكل صح. فانت هنا في عندك مشكله، انت هنا في عندك مشكله. طيب ايه تاني انت محتاج ان انت تشتغل عليه ومحتاج ان انت تظبطه بشكل كويس، تمام؟ الموقع نفسه اللي بتبيع من عليه، تمام، الموقع اللي انت بتبيع عليه ممكن يكون فيه مشاكل في التحميل. فانا الاعلان كويس جدا جدا، والمنتج كويس جدا جدا، والسعر كويس جدا جدا، والعملاء كويسين جدا، كل حاجه تمام، بس الكلاينت اول ما بيجي يدوس كليك ويروح على الويب سايت، الويب سايت ما بيحملش، بيقعد 3 ساعات يحمل، فالعميل بيخرج. فاوريدي انت لا بنيت عميل، والعميل ده اصلا هو علشان جه يشتري لقاك قافل اصلا، فهيشتري منك ازاي؟ تمام؟ فانت محتاج ان انت تبني كل البلاتفورمز بتاعتك تكون قويه وتبقى متاكد من ده. عشان كده كنا لسه بنقول انت لازم تفهم طبيعه كل البلاتفورمز، تمام؟ طيب الموقع اللي بتبيع عليه مش احسن حاجة وانت ما رجعتوش، فبالتالي دي بتبقى حاجة بالنسبة لك مش قوية جدا، تمام. ايه تاني؟ تمام، عدم فهم، تمام، الربط، تمام، بين الاعلانات والقنوات التسويقية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عشان تكون فاهم اعلانات بشكل كويس، تكون حد بتاع ميديا باير، تقدر ان انت تفهم ازاي تنزل بالكامبين على كل البلاتفورم بشكل متناسق وتكون متفاهمة مع بعضها، وتقدر تجيب الاودينس من بلاتفورم لبلاتفورم مختلفة، اللي يروح على ويب سايت يخش على السوشيال ميديا يلاقيك، يخرج من السوشيال ميديا يخش على الويب سايت يلاقيك وما الى ذلك. فانت محتاج تفهم اكتر من طبيعة البلاتفورم، ان انت تفهم التولز نفسها والادوات اللي تقدر تربط بيها الحاجات اللي انت تقدر تشتغل عليها، زي مثلا فهمك لتاج مانجر، فهمك للاناليتكس، فهمك لجوجل اناليتكس، فهمك للبلوجز، فهمك لورد بريس، فهمك للحاجات دي كلها بتفرق جدا 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 معاك، تمام، وانت شغال بتفرق جدا، وهي دي بقت اساس الشغل، تمام. طيب ايه تاني ممكن نشتغل عليه، او ايه تاني ممكن يكون لازم انا كبتاع ميديا باير اكون فاهمه واقدر اشتغل عليه بشكل كويس علشان ابني بيه مجال لنفسي، تمام. لازم تكون متأكد جدا 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 من
طبيعة الإعلانات اللي أنت بتشتغلها، تمام؟ هل هي طبيعة الإعلانات دي متوافقة مع التايبس أوف كونتنت اللي أنت بتشتغل عليه؟ يعني مثلا أنا دلوقتي المفروض إن أنا هشتغل إعلان فيديوز، أوكي؟ أنهي أحسن بلاتفورم وأحسن نوع من أنواع الإعلانات اللي أقدر أبني عليه فيديوز ويتوافق معاها؟ يعني مثلا خلينا هنا نقول، تمام، نوع الإعلان مع نوع المحتوى، تمام، مع نوع المنتج نفسه اللي أنا بشتغل عليه، تمام، أنهي منتج هتوافق مع نوع المحتوى نفسه ومع نوع الإعلان نفسه، تمام. كل دي حاجات لازم تخلي بالك منها، تمام، ولازم تكون انت شغال عليها بشكل اساسي، تبقى انت فاهم طبيعه الكلام ده كله، تقدر تبقى فاهم طبيعه الميديا باير كحد بتاع ميديا باير كبيزكس، لازم يكون فاهم الكلام ده، لازم يكون عنده باك جراوند عن البلاتفورم زي ما قلنا، عنده باك جراوند عن المنتجات، عنده باك جراوند عن الماركت نفسه وما الى ذلك. هاي كده نشوف، يعني قبل ما نلخص الكلام ده كله خلينا نشوف كده في حد عنده أسئلة قبل ما نخش في حتة تانية، أو قبل ما نلخص الكلام اللي احنا قلناه. أوكي تمام. طيب إيه الفرق ما بين يعني في سؤال هنا، الفرق ما بين الميديا باير والميديا بلان؟ بص، طبيعة البلان، تمام، مختلفة عن طبيعة، تمام، الميديا باير. يعني أنا دلوقتي علشان أعمل ميديا بلان أنا لازم أكون عامل الميديا بلان اللي هتبتدي تتنفذ عليها الميديا باير نفسه، أو اللي هيبتدي يتنفذ عليها الإعلان. يعني مثلا أنا المفروض بخطط كميديا بلان، تمام، إيه طبيعة الميديا اللي أنا هنزل عليها وهبتدي أكون متواجد عليها. طيب انا كباير، انا الشخص المفروض بشتري، تمام، المساحه الاعلانيه المفروض هشتغل عليها. يعني مثلا انا بقول احنا المفروض نبقى موجودين على التلفزيون علشان كل الاعلانات نازله في رمضان على التلفزيون، تمام، مين المنافسين، اوكي، فاحنا المفروض البلان بتاعتنا ان احنا ننزل على التلفزيون على قناه كذا وكذا وكذا، تمام. طيب ببتدي بقى انا كميديا باير ابتدي اتعامل واخد اكشن في الموضوع ده. فغالبا ان كل اللي بياخد الاكشن هو واحد في الاثنين، وفي بعض الاحيان بيكون ده شخص مختلف عن ده، تمام، بس بيختلف على حسب السايز بتاع الشركه نفسها. الشركه نفسها هل هي صغيره، تمام، ولا هي شركه لا كبيره وعندها يعني عندها ناس كتير تقدر ان هي تشغلهم والماركت بتاعها كتير، فالمفروض ان هي بتشغل اكبر عدد من الناس وتوزع الادوار، تمام. اعمل ايه لو بيزنس لوكال وما عندوش حد بيكتب كونتنت او حد بتاع ديزاين؟ طيب انا يا اما بشتغل له ده، تمام، يا اما بشتغل له الكونتنت وبشوف حد يعمل له ديزاين وببتدي انا احاسب بتاع الديزاين، او هو يبتدي يجيب حد بتاع ديزاين ويحاسب بتاع الديزاين واكتب انا الكونتنت لو انا فاهم كونتنت، يا اما خلاص يعني هو ما فيش حد يكتب الكونتنت ولا حد يكتب الديزاين، يا اما بجيب ناس تشتغل ده، يا اما انا بشتغل ده، يا اما بتاع البيزنس بيجيب حد يشتغل ده. ما ينفعش ان انا هعمل اعلان من غير كونتنت، او اعمل اعلان مالوش ديزاين يعني. فلازم ان انا اقول له لازم تجيب حد يعمل ده، او انا او انت بتشوف حد يعمل الكلام ده، وبناء على كده ببتدي اشتغل واعمل اعلان. فلازم الكلام ده يتعمل، لازم حد يعمل الكلام ده، تمام، مين اللي هيعمل الكلام ده، تمام. طيب خلينا كده بقى نشوف في سؤال تاني، ولا نبتدي ناخد اخر حتة والفاينل، تمام، لو حد عنده سؤال يفتح ويسأل او يبعت على الشات، تمام. طيب يعني رهان اللي رفع ايده برضه يفتح المايك ويتكلم او يبعت مسج اي حاجه، تمام. طيب السلام عليكم. ازيك، عامله ايه؟ عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. طيب يا رب بخير. كنت عايزه اسال،
لو مثلا حضرتك قلت طبعا في كل السيشن النهارده ازاي تعرف تحدد البلاتفورم بتاعك وكده. طيب لو انا مثلا عايز اعمل اعلان مثلا على سناب شات وكده، وانا ما عنديش بصراحه معلومات فيه ولا شفت اصلا يعني شغل خالص، وخصوصا في مصر يعني معظم سناب شات كلها بيبقى في الخليج وكده، لو عايز اعرف تفاصيل مثلا اعمل اعلانات على سناب شات او كده، هل دي بتبقى عايزه وقت مثلا مذاكره او حاجه، ولا دي اعملها ازاي؟ بص، اول حاجه عشان ادخل بقى على بلاتفورم، يعني ده سؤال كويس، عشان ادخل على بلاتفورم انا ما دخلتهاش قبل كده، اول حاجه افتح البلاتفورم نفسها، دي اول حاجه، وابتدي اذاكر من البلاتفورم نفسها. كل بلاتفورم ليها الجزء بتاع الهيلب سنتر بتاعتها والانفورميشن بتاعتها جوه البلاتفورم نفسها، ابتدي اذاكر بلاتفورم من جواها، تمام، وافهم طبيعه الاستراكشر اللي هم ماشيين بيه وطبيعه الداشبورد بتاعتهم. طب انا فهمت الكلام اللي هما بيبقوا، افتح الاكونت نفسه وابتدي اقلب في البلاتفورم كلها والداشبورد، وابتدي اشوف كل حاجه منهم الماتريكس بتاعتها ايه والخطوات بتاعتها ايه، يعني اللوحه دي بتاعت ايه، اللوحه دي بتاعت ايه، طب انا في الحته دي المفروض الاناليسيس دي بتاعت ايه، طب انا دلوقتي الحته اللي فيها الكرياتيفيتي دي بتعمل ايه، طب الحته اللي فيها البايدنج دي بتتفصل ازاي، طب الاستراتيجي عندهم بتمشي ازاي، طب الداشبورد بتاعت الاودينس عندهم ماشيه ازاي، وابتدي اقلب في البلاتفورم وايدي تاخد في البلاتفورم مره واثنين وثلاثه واربعه، ولحد ما افهم وعيني وعقلي احس ان انا بعد كده لما افتح سناب شات، لا ده بورد انا فاهمها وعارفها، تمام. اول ما تعرفي ده، اول ما تعرفي ان انت بفتح البلاتفورم والداشبورد بالنسبه لي بسيطه او انا فاهمها، ابتدي كاريت اول اعلان، تمام. وانا بكاريت اول اعلان خصوصا في سناب شات بالذات لازم انا اكون فاهم ان اول اعلان ده اهم اعلان في الاكونت كله، وابتدي اعمل اعلان يكون على نيتش بسيط سهل ما فيهوش تعقيدات، يكون ما فيهوش مخالطات فكريه، يعني مثلا ما اروحش اشتغل على منتج مثلا بيفور وافتر، تمام، اللي هو قبل وبعد، ما اروحش اشتغل على مثلا منتج ممكن يتفهم ان هو حاجه مثلا سياسة السياسات يعني. تتعدى، اشتغل على حاجه بسيطه جدا لحد ما ابتدي اطلع منه نتائج، وايا كانت النتائج مش ده اللي انا بستهدفه في الاول، انا بستهدف في الاول ان انا اشغل البلاتفورم وابتدي افهم طبيعه البلاتفورم، بعد ما اطلعها ابتدي ان انا اناليسز ايه النتائج اللي انا طلعتها دي، وابتدي من المرحله دي بقى اخد الحته بتاعه النوليدج، انا ابتدي بقى اناليسز الاعلان ده، المره الجايه هعدل كذا، المره الجايه، وابتدي اشتغل على البلاتفورم، مع الوقت هتلاقي نفسك خلاص الريت بتاعك عالي، بس في الاول لازم تفهمي طبيعه البلاتفورم وتفهمي بتقول ايه، بعد كده تاخدي منها الرهبه الاولانيه دي، لان ناس كتير مش بتقدر تعمل الحته دي مع جوجل، لان جوجل الفيتشرز دي واسعه جدا جدا، فناس اول ما تخش جوجل ايه ده؟ انا ايه كل ده؟ تمام؟ فبتاخد الرهبه ما بتكملش، لا افتح وقلب في البلاتفورم عادي جدا جدا زي كأنك بتسكرول على فيسبوك كده، ولحد ما عينك وعقلك ويبتدوا ياخدوا على الداشبورد وتبقى بالنسبة لك طبيعية زيها زي كأني بفتح السكرين بتاعت الموبايل بتاعتي، تمام. بعد كده بقى ببتدي ابلش اول اعلان بعد ما اكون فهمت طبيعة الداشبورد بشكل كامل وفهمت فيها كل حاجة، وابتدي اقرا في نفس الوقت عن الاستراتيجيز، تمام، الاستراتيجيات، ابتدي اعمل سيرش وابتدي ادخل جروبس ناس اجنبيه عشان اخد افكار مختلفه، ابتدي اسال ناس استراتيجيات الاعلانات في جوجل بتمشي ازاي او في سناب شات بتمشي ازاي على حسب البلاتفورم اللي ببني عليها، وابتدي اشوف استراتيجيات مختلفه، طبيعه مثلا الكونفرجن استراتيجي بتمشي ازاي عشان اعمل كونفرجن، ده انا لازم اعمل مثلا 10 ترافيك عشان الكونفرجن مثلا ينجح، دي معلومه كويسه جدا، ممكن اعمل كامبين مثلا كونفرجن والبس في الحيط والاقيها ما نجحتش بسبب ان انا مش عامل ترافيك اصلا على الويب سايت، ده انا طبيعه الاعلان نفسه مش جذابه على سناب شات، لان ده سناب شات، وانا بقرا في الاستراتيجيز لقيت ان الحاجات الفيزيكال تمام اقوى فيه بكتير جدا جدا من الحاجات اللي هي الديجيتال، يعني لو مثلا بنعمل اعلان عن حد مثلا بيتكلم في موبايل او بنعمل اعلان عن مثلا سواقه العربيات، تمام، فانا لما اجيب مثلا صوره حقيقيه لست مثلا بتسوق عربيه وانا بعمل اعلان مثلا، فده هيبقى افضل من ان انا اجيب صوره وفيها صوره عربيه، تمام، فهنا ده هيبقى افضل، فهيوفر عليا وقت ومجهود وفلوس كتير، وابتدي اشتغل على نفس البروسيس دي.
تمام. مساء الخير. مساء النور، ازيك يا وانا مويه؟ صح، ازيك يا محمود، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. طيب بالنسبة للتارجت، اوكي ماله. التارجت في كل بلاتفورم بيبقى ان انا بتارجت زي ما انا بتارجت مثلا في الفيس او جوجل، ولا التارجت على سناب وعلى تويتر بيختلف؟ تمام، هقول لك على حاجة، أنا هجاوبك على السؤال، بس خلينا نقفل مع مرهان ونخش بقى عشان إحنا هناخد جولة كبيرة، أنا عارف. أوكي؟ تمام. تمام، بس خليكي يعني فاكرة السؤال، ماشي؟ عشان ما تنسوش. أنت كنت بتتكلم في التارجت صح؟ تمام اوكي. تمام. اه أوكي، تمام، أوكي. مرهان السؤال ده كده إجابته تمام ولا عندك فيها؟ اه لا لا تمام شكرا، بس في سؤال كمان معلش انا اسف ممكن اساله. أوكي. آه طب لو انا دلوقتي عندي حساب اعلاني وعايزه اعمل له يعني امسحه وكده، بيجي لي في الحساب الاعلاني بيرفورمينج كواري، بيجي في الحساب الإعلاني إيه؟ بيرفورمينج كيوري كده اللي هي كيو يو اي ار واي، فعايز اعرف بس اخرج ازاي من الحساب الاعلاني او امسحه او كده. بص، هو مبدئيا كده يعني مبدئيا يعني بلاش تمسحي الحساب الاعلاني، يعني تمام، اي اكونت عندك عايز تمسحيه تمسحيه، اركنيه على جنب وبلاش تمسحيه، تمام. دي اول نقطه. اوكي. تاني نقطه، حاولي تبعتي لهم وتشوفي المشكله فين، بس يعني او ابعتي لي سكرين عشان افهم اكتر، بس غالبا ده بيكون انت اصلا في بروسس او في عندك ايشوز في الاكونت والاكونت محظور، فبالتالي هو بيقول لك انا مش هحذف الاكونت لان انت عندك ايشوز اصلا صلحيها، وبعد كده خدي الاكشن اللي انت عايزاه في الاكونت. طيب تمام. طب انا ممكن ابعت لك سكرين شوت حضرتك تشوفها ولا بعدين يعني بعد ابعتها. المحاضرة؟ ابعتها لي. خلاص مش شكرا، هبعتها لك على الفيس. مش شكرا جدا، خلاص اوكي تمام. شكرا جدا. عفوا. تمام. منى معاكي، سوري معلش. اتفضلي. لا انا لا يهمك. تمام بالنسبة للتارجت، تمام ماله التارجت بقى؟ ان انا هتارجت ناس زي ما انا بتارجت عادي في الفيس او جوجل. ده في ايه، في سناب شات؟ سامعني؟ اي انا سامع. أنا مش سامعة حاجة. طب حد تاني سامعني؟ لو حد تاني سامعني يرد عليا. أيوة سامعين حضرتك. في تمام تويتر وسناب. اه تمام بص، تويتر وسناب طبيعة الاودينس فيهم قليلة شوية بسبب طبيعة اليوزرز اللي على البلاتفورم، تمام. يعني مثلا جوجل عليها ناس كتير، كام حد بيعمل سيرش على جوجل؟ فيسبوك اكبر بلاتفورم فيها عدد ناس، سناب شات هي عدد الناس اللي عليها اي ثينك ان هو الافات، تمام، ما عدوش مليون شخص اصلا، تمام. فطبيعة الاودينس اللي فيها وانا بختارها بتبقى قليلة قوي، فده ما بيدينيش نتيجه ان انا اعمل سبيسيفيك على الاودينس، ان انا احدد اودينس محددين قوي قوي قوي، لان ده بيقلل معايا العدد بتاع الناس جدا، فبضطر ان انا اكون موسع شويه في التارجت. بس الحل هنا ان انا ابتدي اشتغل على الكيسز مختلفه، ابتدي اشتغل على الاودينس بتوعي بافكار مختلفه، وابتدي اشتغل على الناتشرال كي ووردز او الريليتد بالنيتش نفسه. يعني مثلا انا لو بتارجت ناس هم مهتمين مثلا مثلا بالبرفيوم، تمام، فباخد معاهم الناس اللي هي اوريدي مهتميه بالكوزماتكس، الناس المهتميه بالسوبس، المهتميه بالكريمز، اللي مهتميه بالسكين كير، وانا اصلا في الاول متارجت ناس ليها علاقه بحاجه تانية، بس باخد الناس الريليتد بيهم شويه بحيث ان الدنيا تكون معايا اوسع شويه، تمام. دي اهم نقط في تويتر وسناب شات. حاجه كمان، انا بحاول ان انا اتارجت الاودينس بشكل اكتر لما تكون ريليتد بويب سايت، كل ما كان اودينس ريليتد بويب سايت كل ما كان الكواليتي بتاعتي احسن، تمام. طب ودي وكمان عارفه ازاي؟ من الكونفرجن اللي بيحصل على الويب سايت، يعني دي انا مش ويب ببتدي سايت. ما فيش، ما هو انا عشان كده بقول لك الويب سايت مهم، لازم أن يكون في ويب سايت، ده هيفرق معايا لو انا ببيع حتى او ما ببيعش، تمام، او لو انا شغال اي كوميرس او لا،
تمام. فدي حاجه مهمه جدا ان انا يكون عندي ويب سايت على الاقل عشان اطلع اودينس اودينس لا بيور، يعني اودينس هم بالنسبه لي اودينس سهلين، اقدر ان انا افهمهم، اقدر ان انا اشتغل عليهم بشكل كويس. الاودينس دول يبقوا بالنسبه لي هم لا فعلا فعلا هم الاودينس بتوعي وما الى ذلك، تمام. فانا محتاج ان انا اكون بتارجت اودينس هم فعليا الاودينس بتوعي. فده اعرفه ازاي؟ لازم الاودينس دي تكون انترستد واخدوا معايا انتراكشنز قبل كده. زي بالظبط كده لما باجي اشتغل على فيسبوك بختار اودينس معينين، تمام. الاودينس دول يكونوا فعليا يا اما ريليتد مني اكسترنال او ريليتد انترنال. يعني ايه؟ يعني مثلا هم الاودينس دول اتفاعلوا مع فيديو على الفيسبوك معايا عادي جدا، خدوا اكشن مع البلاتفورم، عملوا اي حاجه ليها علاقه بالاكونت بتاعي، تمام. عملوا مثلا لايكس، هم انجيجمنت مع البيج وما الى ذلك. طب اكسترنال لا، هي ناس اوريدي انا معايا لسته بالناس اللي اشترت السنه دي، معايا مثلا الناس اللي عملت فيزيت على الويب سايت وما الى ذلك. فكل ما كان الكلاينت ريليتد بيا كل ما كان هيبقى افضل بكتير. وده طبعا بيعتمد على الاوبجيكتيف بتاعتي. انا الاوبجيكتيف بتاعتي اويرنس، فانا اوريدي محتاج نيو كاستمرز، ولا انا او هم اصلا نيو كاستمرز، ولا هي كونسنتريشن فانا معايا مجموعه من الناس هي عارفاني بس انا محتاج اخلق معاهم تفاعل، ولا اوريدي الناس دي عارفاني وكل حاجه وانا محتاج اعمل لهم سيلينج، ولا اصلا الناس دي اوريدي اشتروا مني قبل كده وانا محتاج اعمل لهم ريتارجتنج. وبناء على كل اوبجكتيف احط لها الكي بي اي بتاعتها، الهدف منها انا معايا 1000 كلاينت، ال 1000 دول عايز اجيب منهم كام بيعه وما الى ذلك، او انا اصلا من الناس دي هعمل لهم ريتارجتنج فاوريدي الناس دي اشترت قبل كده فانا محتاج اقدم لهم حاجه عشان يشتروا تاني، وابتدي اعصر في السيلز فانل بشكل كبير. يعني مفيش حد بتاع ميديا بير ما بيشتغلش بيشتغلش سيلز فانل، ما بيشتغلش باكسل، ما بيشتغلش اناليتكس، الكلام ده كله لازم يكون بيفهم اناليتكس كويس جدا، يقدر ياناليسز ويفهم ارقام، لازم يفهم داشبورد، لازم يفهم السيلز فانل، لازم يفهم طبيعه البرودكتس، لازم يفهم الكلام ده كله عشان يقدر يعمل الكلام اللي انا بقولك عليه ده، تمام. طيب يعني اكدي معايا انت سامعيني ولا لا، او حد ياكد معايا ان هو سمعني، تمام حضرتك؟ انا سامعاك تمام. تمام. طيب هو انا هعمل لاند بيج، فممكن اربطها بالبيكسل بتاع ممكن. سناب او تويتر. ممكن. طيب التارجت نفسه برضو حضرتك ما وصلتليش، يعني انا عايزه حد مستثمر، مش عايزه عايزه حد مهتم حد مستثمر منين؟ معين. حد مستثمر من الخليج؟ من الخليج، من طيب بص الخليج هقول لك على مثلا، حاجه، من أي هتعملي دولة ايه؟ عايزة أجيب. هقول لك هتعملي ايه؟ اولا انت هتحددي اصلا طبيعه الاودينس بتوعك، دي اول نقطه، تمام؟ الاودينس اللي انا محتاجهم دول من الخليج، مش خليج ايه بالظبط؟ طبيعتهم عاملين ازاي؟ رجاله، سيدات، اصحاب مشاريع، شغالين في العقارات، شغالين يعني الناس دي بتاعت ايه؟ دي اول نقطه. تاني نقطه هتبتدي تحددي البلاتفورم الاعلى في الخليج. هتحددي ايه بقى اللي هم بطبيعه النولج اللي انا يعني النولج اللي عندي، ممكن ده يكون صح ممكن يكون غلط بالنسبه للبروجكت بتاعي. اولا هتحددي جوجل، ده اهم بلاتفورم، بعدها هتحددي اليوتيوب، بعد كده هتحددي سناب شات، بعد كده هتحددي انستجرام. الاربعه بلاتفورم دول بالترتيب اللي انا قلته ده دي اهم صوت حاجه. بيقطع. طيب هقول لك تاني، الناس اللي انا هحددهم بعد ما حددت الاودينس هحدد الصوت البلاتفورم. بيقطع، أنا مش سامع حاجة. حد تاني سامعني؟ سامع سامعني حضرتك كويس. طيب يعني حاولي، طب يعني تتأكدي ان النت عندك تمام، يا بقية الناس سامعة عادي. هي بص، هي بقية الناس سامعة عادي، فانا هحاول برضو اجاوبك في الاول.
اول حاجه هتحددي الاودينس نفسهم، طبيعه الاودينس. انا محتاج ناس من الخليج، الناس دي طبيعتها عامله ازاي؟ هل هم اصحاب مشاريع؟ هل هم ناس مستثمرين؟ هل هم كو فاوندر في شركات تانية وما الى ذلك؟ بعد ما بتحدديهم بناء على خبرتي انا اللي ممكن تكون تنفع مع مشروعك او لا، على حسب، مش حاجه يعني اساسيه، ان هتبتدي جوجل يوتيوب و هتبتدي انستجرام وهتبتدي بعد كده هتبتدي بعد كده تويتر. الترتيب ده هتمشي بيه، وتعملي كامبين على كل بلاتفورم من دول، وتتارجتي فيها الناس دي بالبروجكت بتاعك. بعد ما تشوفي الناس انترستد بشكل كبير، وان الناس دي فعلا هم دول الناس اللي انت بتستهدفيهم فعلا، ودي نيات الناس اللي انت فعلا تفاعلوا معاكي وما الى ذلك، خلاص بتبتدي تاخدي الناس دي، تمام؟ وبعد ما بتاخدي الناس دي بتبتدي تقولي لهم والله انا ده البروجكت بتاعي، وده المشروع بتاعي، والمفروض يشتروا مني على حسب طبعا الشركه بتاعتك. وبناء على ده بتبتدي ان انت تقولي والله شوفي انهي انتراكشنز حصلت اكتر، او انهي انتراكشنز خدت معاكي وجابت الكي بي ايز بتاعتك، وتبتدي تسبورتي كل الشغل بتاعك على البلاتفورم دي. طب ونفترض ان انت عملتي اعلان، احسن بلاتفورم خدت اقل بادجت وابتدت ان هي تاخد منك تجيب لك نتائج كويسه، بتبتدي تشتغل عليها وتركزي عليها وتحسني فيها بشكل كبير. دي البروسيس اللي انت المفروض تمشي عليها، تمام؟ معلش هو الصوت انا خرجت ودخلت تاني، فسمعت اخر الكلام اللي انت قلته بس. طيب هقول لك تاني، الكونكشن عندي ضعيف، معلش. تمام، بس حاولي تعملي ميوت علشان الصوت. تمام، سمعاني طيب ولا ايه؟ مش عارف، انا مش عارف يا سمعاني ولا لا. طيب تمام، اوكي تمام، اوكي انا دلوقتي سمعتك كويس. الو، طيب اوكي. طيب في حد عنده سؤال تاني لحد ما منى تيجي تاني؟ خلينا نشوف كده في حد عنده سؤال تاني ولا نكمل. تقريبا دينا كانت بتسأل على حاجة او كانت طيب خلينا نكمل. انا ديانا. سوري، معلش اتلخبطت في الاسم. احمد عامل ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا رب، الف خير يا رب. معاكي، اتفضلي. بص بقى، انا عندي كذا سؤال، معلش عشان انا بص يا سيدي، رقم واحد دلوقتي انا عملت صفحه جديده، كان عندي صفحه قديمه واتسرقت الله المستعان يعني. ف طبعا ما كنتش هلاحق لان انا الوحفه، سامعني؟ بص هو انا لسه سامعك دلوقتي، فقولي من الاول تاني. طيب من الاول خالص، معلش. ما فيش مشكله. طيب دلوقتي انا بقول لك، انا كان عندي صفحه قديمه واتسرقت، فعملت صفحه جديده من اول وجديد. الصفحه دي عملت، يا الله انا مش عارف، عملت وسكتت انا. عملت اعلانات مموله، عملت اعلانات. تمام، انت سامعني يا محمود؟ انا مش عارف والله الصوت من عندي ولا من عندك، بس انا ما سمعتش. طيب انا ظبطت تاني. طيب دلوقتي عملت اعلانات مموله، اعلانات لايكس واعلانات بوس، تمام؟ في ظرف الاسبوعين دول انا صرفت على الاعلانات دي 4000، خلاص. دلوقتي انا جالي تفاعل كويس قوي، بس تفاعل مسجات، فانا عشان مش هلحق ان انا اعمل كل ده لان انا المودريتور لوحدي، فانا عملت ايه؟ عملت اوتو انسر، بيرد
برسالة ترحيب وبعد كده بيرد سؤال بسؤال. الناس بتسأل وبتاخد الصور وبتاخد المنيو وبتاخد كل المعلومات، وبرضه ما فيش قرار شراء، ما فيش ولا قرار واحد شراء. جربت اغير الخطة ان انا اشيل الاوتو انسر وارد على كذا عميل كده واسمع احتياجات و برضه ما فيش قرار شراء، بالرغم من ان الصور بروفيشنال جدا وطريقة الرد يعني لطيفة قوي، يعني انا اخدت واستهداف كويس جدا بالظبط في الاماكن بتاعتي اللي فيها الفئه بتاعتي، فانا مش عارفه الوضع ايه. زعلانه ان ما فيش ولا قرار شراء واحد اتاخد، فانا مش عارفه الغش، عارفه امسك الغلط منين. تمام؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، بفكر ان انا اعمل ويب سايت، ولما مش سامعاك بقول لك اجاوب عليه ونخش في الثاني. اوكي تمام. بصي مفيش قرار شراء، يبقى انا لازم اراجع السيركل كامله بتاعه المنتج. الناس دي يا اما هم الاودينس الغلط بسبب ان انا سعري عالي او سعري قليل، يا اما الناس دي مش تراست فيا بشكل كبير، مش واخدين الثقه ان فعلا انت عندك المنتج ده بالسعر ده او عندك المنتج ده وقادره تبيعيه، يا اما ده الرد اللي بيروح لهم هو اللي بيقفلهم. الناس بتيجي كونتنت مظبوط اوكي، انترستد ممكن يكونوا اوكي. طيب بعد كده الناس بتقف عند اني مرحله؟ طب ده انا اقدر اعرفهم ليه؟ لما ابتدي العب في الحاجات اللي انا بقدمها. يعني مثلا الناس اول بتخش عايزين نشوف تفاصيل، فبديهم الصور، الناس بتقف هنا في حاجه معينه، مش شرط الكواليتي بتاعت الصوره قد ما يكون طبيعه المنتج نفسه اللي موجود في الصوره دي. اول نقطه. تاني نقطه، ممكن تكون شايفه المنتج ده اصلا عند حد تاني بسعر ارخص، ممكن تكون شايفه المنتج ده مش هيتناسب مع اللي هي كان في توقعها او الحاجه اللي هي كانت متوقعاها، ممكن تكون. فهنا الرد نفسه لازم يدرس ايه الحاجه اللي موجوده في الرد بتخلي الناس ترجع ورا. دي حاجه. حاجه تانيه، انا ممكن ارجع اسال الناس دي تاني واعمل معاهم سيرفي الحاجات اللي خلتهم ما يشتروش، وافهم طبيعه الناس دي يعني اساليهم، قول لهم انتوا دلوقتي طبعا بطريقه اشيك وبطريقه تكون تعرفي ان انت تخش الناس دي، ومش كلهم هيجاوبوكي اكيد، لكن هتفهمي ممكن من رد او التاني والتالت تبداي تفهمي المشكله فين. تمام؟ فانت حاولي ان انت تفهمي من الناس دي المشكله فين. فالمشكله غالبا هيكون في المنتج نفسه، سواء في سعره او في الكواليتي بتاعته او في التوصيل او في حاجه من الحاجات اللي انت بتردي بيها. تمام؟ دي اللي غالبا هتكون المشكله، ان انت ولا رابطه بكونفرجن ولا اي حاجه، فانت ما الموضوع بالنسبه لك سهل يعني. طيب الحاجه الثانيه، انا كنت عايزه اعمل ويب سايت، واتقال لي من الشخص اللي ماسك الشغل دلوقتي، بيقول لي المفروض، يعني انا كنت عايزه اعمل من دي 1 بصراحه ان انا اعمل ويب سايت، فقال لي لا استني شويه على الموضوع ده، ما اعرفش ليه بصراحه، رغم ان انا دلوقتي في حد بيعرض عليا، يعني حد قريب يعني هيعمله لي حتى فور فري، قال لي انا هعمل لك ويب سايت. هل ده هيدعمني الويب سايت ولا مش هيدعمني، ولا الدنيا بتمشي ازاي، ولا انا اكون فتحت عليا؟ انا دلوقتي عندي صفحه على انستغرام، صفحه على الفيسبوك، وجروب على الفيسبوك. اقول لك على حاجه، الويب سايت تشتغل عليه من دلوقتي اوكي، لكن ما تشتغليش عليه بيع من دلوقتي قبل ما تفهمي المشاكل اللي عندك بشكل كامل. يعني لو انت دلوقتي دخلك العملاء على الويب سايت دايركت وبدات الناس تخش على الويب سايت وما بتشتريش، مش هتعرفي تجيبي الناس دي تاني تساليها بالامكانيات اللي عندك دلوقتي. لا، انت ابتدي تعاملي مع الناس وخدي معاهم ترانزاكشنز، افهميهم، اطبقي عليهم اكتر، اعرفي طبيعتهم، ابني جمهور، ياخد لياليتي كبيره منك، بعد كده ابتدي تحولي الناس على الواتساب، على الويب سايت. فالصح دلوقتي ان انت تبتدي بالويب سايت، لكن ما تفعلوش دلوقتي مع الشغل بتاعك حاليا. ابتدي ان انت ابني الكوميونتي الاول لحد ما تفهمي، وبعد كده ارمي الناس على الويب سايت. هو ممكن يكون قصده ان انت تصبري، لان هو اي ثينك ان هو محتاج يفهم السيركل نفسها وان الدنيا بالنسبه لك تمام، بس المفروض ان انت تبداي تشتغلي عليه وتبنيه، بحيث ان هو اول ما يبني خلاص يبقى جاهز. تمام؟ لكن ابتدي اعملي كونفرجن عندك على المسجز عادي، وكده كده الاودينس هيكون عندك، تقدري تحولهم بعد كده على الويب سايت زي ما انت عايزاه. طيب في بعض العملاء بيقولوا لي، لان انا متارجته مدن جديده
القاهره وغيرها، ففي بعض العملاء بيقولوا لي يا سمحتي انت مكانك فين، فبقول لهم ان انا من الزقازيق. اوكي، هل مشكله البعد الجغرافي دي ممكن تكون سبب؟ وحاجه تانية، هل لما بيخشوا على الهيستوري بتاع الصفحه وبيشوفوا ان هي جديده، هل ده يمكن لسه مش مدي ده جزء من السبب من عدم الثقه؟ الحاجه الثالثه، رغبه من ان انا حاطه صور بروفيشنال، هل ده لسه يعني ولا لان انا لما سالت الشخص اللي بيعمل لي قال لي استني يا دينا ده اويرنس، استني يعني لسه الناس لسه بنعمل انتباه، فهل ده حقيقي ولا هو بيخدرني ولا ايه الدنيا؟ لا هو مش بيخضك ولا حاجه، هو بيتكلم صح. دي حاجه تانيه، ما ينفعش ان انت تبقي تقولي الناس اللي في التجمع، مع احترامي الكامل للزقازيق كلها، لكن هم الكالتشر بتاعت التجمع ممكن ما تكونش متماشيه مع الكالتشر بتاعت الزقازيق. يعني حد من الزقازيق مش هيرضى يشتري من التجمع، تمام؟ هيقول لا انا ايه اللي هيخليني اجيب من هناك، طب ما احنا عندنا حاجه ارخص واحسن، لان الكالتشر بتاعته كده والعكس. فالمفروض ان انت لما ده يحصل تقولي للناس احنا شغالين اونلاين بس، تمام؟ مالناش مقر، بقول كده والله. تمام. طب انا دلوقتي حاسه ان انا مخنوقه، وحاسه ان انا مخنوقه بالزقازيق، يعني انا كده بقى، لان انا الموضوع ده مضايقني جدا، انا كده لازم اشتغل بقى في الزقازيق بس حتى لا المنتج اللي انا بعمله مش موجود هنا، مش شغال هنا، الهيلثي فود مش شغال في الشرقيه، انا بص، ثانيه واحده اعمل ايه؟ هقول لك على حاجه. انا معايا براند كبير في مصر، وبيبيع في التجمع، ليه اماكن كبيره، وبيبيع في مدينه نصر في اماكن كبيره، وهو اصلا من الزقازيق، واساسه في الزقازيق، والفرع الرئيسي بتاعه في الزقازيق، وبيبيع بشكل كبير، واصله في الزقازيق. والناس بقى، في ناس بقى بتيجي من الزقازيق عشان تشتري من اللي في القاهره ويرجع بيها الزقازيق، انت فاهمه؟ في حته ان انت تبقي في الزقازيق بس، دي فكره غلط. لا، خليكي زي ما انت، كملي انت زي ما انت عادي، يعني استمر اللي بيحصل اللي بيحصل دلوقتي ده طبيعي اكمل. كملي زي ما انت كده. طيب تمام، شكرا ليك، انا لما افتكر حاجه تانية هكلمك بقى. شكرا ليك، تسلم. تمام، العفو. تمام، اوكي. في سؤال في الشات، كنت محتاج اعمل بريف كميديا باير، هل هيبقى مفيد ليا؟ بريف عن ايه؟ مش فاهم. وكمان محتاج اعرف بعض الاسئله اللي هتبقى موجوده في البريف، لو موجود مع حضرتك تمبلت لده. يعني ان انا اخد بريف من الكلاينت نفسه، تمام؟ لو انت تقصد اخد بريف من الكلاينت، فانا محتاج اخد من الكلاينت كل حاجه ليها علاقه بيه بالظبط. اوكي، كل حاجه ليها علاقه بالكومبيتيتورز، الناس اللي منافسين لي مين، تمام؟ دي اول نقطه. تاني نقطه، طبيعه المنتج نفسه، تمام؟ وكل الديتيلز بتاعه المنتج، الفاليو بروبوزيشنز، التفاصيل بتاعه المنتج نفسه، دي حاجه. حاجه ثالثه، طبيعه الهيستوري بتاعه البلاتفورم، يعني هو عنده ايه بلاتفورم ومشغل عليها ازاي وامتى، وابتدي ادرس البلاتفورم نفسها بشكل كبير. هل الصفحات دي مظبوطه؟ الصفحات دي عليها اودينس فعليين ولا لا، وما الى ذلك. حاجه كمان، الاودينس اللي هو بيتارجتهم، طبيعه الاودينس بكل التفاصيل بتاعه الاودينس. حاجه كمان خمسه، طبيعه الاودينس، البادجت بتاعته، هو حاطط بادجت قد ايه، تمام؟ غير كمان البادجت، الاوبجكتيف بتاعته ايه اصلا في الاول خالص، هل هو حاطط اوبجكتيف وليه هدف معين، والهدف ده لازم نحطه بكي بي ايز. ممكن ابعت لك تمبلت تاخد منها البريف من الكلاينت، يعني مفيش اي مشكله، تمام؟ طيب، ايه تاني؟ في حد تاني عنده اي سؤال؟ خلينا كده نشوف حد تاني. انا اخر سؤال، مش هسأل يعني، هقول حاجة طلب يعني لو ينفع. اكيد. هو حضرتك مثلا ينفع لو انت عامل حملة مثلا معينة لعقارات او حاجة، يعني عاملها بس ما شاء الله بشغل حلو، انا عارف حضرتك كل شغلك حلو يعني، بس ما شاء الله، تبعت لنا حتى الانترست او الحاجات لو على الفيسبوك، عشان مثلا نشوف المراحل بتبقى عامله ازاي بحد عاملها مظبوط، يعني ان احنا دايما كلنا بنعمل في حاجات بتطلع منها صح، في حاجات بتبقى اجتهاد، في حاجات بتبقى غلط. قصدك السيلز فانل نفسها؟ يعني السيلز فانل او النتيجه بتاعت الاعلان مثلا، مراحل الاعلان اللي بتتعمل مثلا، والانترست والحاجات زي كده، يعني زي حاجه عمليه. اوكي، ما هو الانترست دي مش يعني انا مش فاهم الانترست، يعني انت محتاجه التارجت اللي انا عملته يعني؟
بالظبط. يعني لو انت حضرتك عمل يعني عامل حاجه مثلا معينه، انا اقصد طبعا مش عايزه اعرف انا فاهمك، انا فاهم الشغل بتاع حضرتك، انا اقصد انا فاهم قصدك. يعني انت محتاجه تشوفي تارجت اوريدي معمول، علشان لما نيجي نشتغل يبقى انا قدامي تارجت معمول شفته قبل كده. تمام، ده قصدك صح؟ ده قصدي. يبقى تمام يكون شكله جدا لحضرتك. تمام مفيش مشكله، دي هعملها. بس انا اقول لك على حاجه، انا طريقتي غير طريقتك غير طريقتها غير طريقته، كل واحد ليه طريقه مختلفه. الحاجه الكويسه في المجال ده اللي انا شايفها كويسه جدا، ان ملهاش كتالوج. يعني ايه ملهاش كتالوج؟ يعني مفيش، انا مش هديك اللي انا عملته مش هيفيدك بشكل كبير ولا هيضرك بشكل كبير، هو هيكون جاست اكزامبل، وارد جدا 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 انه ما ينجحش معاكي، وارد جدا جدا انه ينجح معاكي. تمام، طيب انا طبيعه الشغل اللي بشتغلها مش بشتغل تارجت انترست اصلا. تمام، ممكن دي تكون حاجه بالنسبه لناس تانية غلط، بس هي بالنسبه لي انا بشتغلها كده. انا بشتغل على حسب الاكشنز بتاعت الكلاينت نفسه. يعني مثلا انا دلوقتي لو انا عندي براند والمفروض ان انا هشتغل على البراند ده، انا ببتدي اشتغل على اعلانات اويرنس باي تايبس اوف ادز ايا كانت ايه هي، اي نوعيه ادز. المهم ان انا الناس دي الاقي الناس اهتمت بشكل كبير جدا جدا، ومن هنا ابتدي اشتغل كاستم اودينس ولوكالايك لو انا بشتغل فيسبوك، ببتدي اشتغل الناس او تارجت الناس لو انا بتكلم على جوجل اد، فانا باخد الكيوردز بتاعت الناس اللي ليها سيرش عالي، وفي نفس الوقت بتارجت اودينس تمام اللي هم بيعملوا كونفرجن وبيخش على مواقع المنافسين. لو انا يعني انا طرق الطرق اللي انا بسلكها كلها الطرق اللي هي فعلا هو الاودينس هنا. تمام، ملهاش ماسكه تانية، مش بحط انترست بكذا وانترست بكذا ويكون مهتم بمش عارف ايه وكده، دي نادرا لما بشتغلها. لكن انا ممكن ابعت لك اكزامبل تبتدي تشوفيه او انزله زي ما بنزل الحاجه كده، مفيش اي مشكله. لكن دي الواي اللي انا باخدها، وحبيت ان انا اشرحها او اقول لك عليها او اقول للناس عليها قبل ما ابعتها، بحيث الناس تبقى فاهمه، وانبه على حته ان هو ممكن تنجح معاكي ممكن ما تنجحش، ممكن تنفع ممكن لا، ممكن يكون في طريقه احسن ممكن يكون في طريقه اقل، مفيش صح وغلط، هو الطريقه الناجحه مع البيزنس ده وايه والنيتش ده والاعلان ده والبادجت دي في الوقت ده. تمام، شكرا جدا. عفوا، تمام. خلاص اوكي، في كنا محتاجين نكمل كام نقطه تانية، بس يعني اوكي خلينا نشوف كده في حد تاني عنده قبل ما نفاينل كده ونبتدي نشرح. ناخد الملخص بتاع حضرتك، ترشح لنا مين في التسعير؟ يعني ايه مين في التسعير؟ يعمل لك استراتيجية تسعير ولا مين في التسعير ازاي يعني؟ ازاي نسعر؟ ممكن نبقى نعمل عنها ميتنج المرة الجاية أو الجمعة الجاية، مفيش أي مشكلة. تمام، وطرق التسعير برضو بتختلف على حسب، ممكن في طريقة كويسة بس تخسر وطريقة وحشة بس تكسب، على حسب طبيعة البيزنس نفسه. تمام، طيب حاجة أخيرة. تمام، أنت لازما وأنت شغال لازم احنا خدنا الحاجات اللي ما بتعملهاش، الحاجات اللي بتعملها. تمام، لازم تبني استراتيجيه تشتغل عليها، ما ينفعش تشتغل كده لله وللوطن، انا هدخل اعمل اعلان وابتدي اشتغل. تمام، لازم تكون فاهم العملاء نفسهم والتارجت، التارجت اودينس لازم تكون فاهمهم بشكل كبير جدا جدا. تمام، لازم ترسم الحمله قبل الشغل، لازم ترسم ايه الكامبين بتاعتك قبل ما تشتغل عليها، ما ينفعش ان انت يلا احنا هنعمل كامبين بسم الله الرحمن الرحيم وافتح الداشبورد واشتغل، ده اي كلام. تمام، فانت لازم تسيت اب الكامبين بتاعتك. تمام، لازم تشتغل تمام تراكنج. تمام، دي انا مش عارف اكتبها لكم بالعربي، فانا يعني ايه خليني يعني معلش اعذروني اتكتب انجلش. لازم تشتغل تراكنج. تمام، لازم وتوبتمايز او تتظبط النتائج بتاعه التراكنج. تمام، لازم تشتغل على الحاجات دي ولازم تخلي بالك منها كويس جدا جدا، ودي الحاجات المهمه اللي انت لازم تخلي بالك منها. تمام، ف
فدي حاجات أساسية لازم خلي بالك منها. طيب والبيرسونال براندنج، أنا عارف إن الناس كتير، أنا قلت النهارده هنتكلم بيرسونال براندنج أصلا، بس الناس قلبت الموازين في آخر فوت ولقيت الناس كلها طارت لا ميديا بينج تمام، وطبعا نظر للناس ما حددتش ميديا بينج ايه بالظبط، ف ما دخلناش في تفاصيل التفاصيل يعني تمام. طيب خلينا كده نلخص الدنيا بتاعت النهارده، ايه اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده بشكل يعني، خلينا نلخص خلينا نلخص اللي خدناه النهارده او اللي اتكلمنا فيه سريعا بشكل سريع. اهم حاجه وانت فاهم ميديا باينج، تبقى انت فاهم ان انت بتشتري مساحه اعلانيه، المساحه الاعلانيه دي هي كل ما يتعلق ما بين الشركه اللي محتاجه توصل مسج معينه للكلاينت، سواء المسج دي بيعيه او اويرنس عن منتج او تفاعل مع الناس دي. المفروض ان انا بشتري مكان علشان احط فيه الكلام اللي محتاجه توصله الشركه للعملاء تمام، سواء الكلام اللي انا محتاج اوصله ده اوصله عن طريق يافط، اوصله عن طريق التلفزيون، الراديو، الجورنال، فيسبوك، جوجل، انستجرام، ايا كان البلاتفورم، على حسب طبيعه الاودينس نفسها. فباخد من الشركه نفسها انتوا كده سامعيني او الصوت مسموع؟ مسموع ايوه. اوكي تمام. طيب خلينا نلخص كده اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده والحاجات اللي قلناها النهارده، بنتكلم في ايه، طبيعه الميديا باينج ده بيمشي ازاي كمجال، المجال ده بيجي فيه حد شخص اسمه ميديا باير، ميديا باير ده بيبقى معاه مسج معينه، المسج دي من الشركه، المسج دي محتاج يوصلها للعملاء عشان العملاء دي تاخد اكشن، سواء ان هي تفهم طبيعه المنتج او ان هي تتفاعل مع الشركه او ان هي تشتري المنتج ده او تشتري الخدمه دي. طب ده بيعمله من خلال ايه؟ من خلال ان هو بيختار افضل مساحه اعلانيه يبتدي يعرض عليها الاعلان او يعرض عليها الكلام بتاع الشركه، سواء المساحه الاعلانيه دي يافطه او رولاب او تلفزيون او جورنال او راديو او ايا كان، او فيسبوك او ايا كان البلاتفورم اللي هيعرض عليها، المهم ان هي تكون باقل بادجت ممكنه واعلى نتائج ممكنه. وطبعا ده عشان يعمله لازم بياخد من الشركه المرخص بتاع المنتج ويفهم المنافسين بتوعها مين والتارجت اللي هي محتاجاه مين بالظبط. طب انا كميديا باير علشان ابقى ميديا باير بشكل كويس وابقى انا متطور في المجال ده ويبقى عندي شغل فيه كويس او ابتدي اعمل فيه شغل كويس، لازم أن اكون فاهم طبيعه البلاتفورمز كلها، ابقى فاهم الفيسبوك بالداشبورد بتاعتها، جوجل بالداشبورد بتاعتها، وانستجرام وطبيعه البلاتفورم كلها، تويتر وكل البلاتفورم والبلاتفورم الاوفلاين، ازاي اعمل اعلان على التلفزيون او رولاب او يافطه او الكلام ده كله، لازم أن اكون بفكر باستراتيجيات مختلفه، مفيش حاجه كوبي بيست في حته الميديا بينج، لا لازم أن انت تكون بتفكر باستراتيجيات مختلفه وفاهم الاستراتيجيه اللي انت تقدر تطلع بيها باحسن نتائج ايه وباقل تسعير، لازم تكون شخص بتمارس في المجال، ما ينفعش ان انت تكون ماشي كده وخلاص، ما ينفعش ان انت تكون بتمشي في المجال بناء على كورس شفته، بناء على معلومه سمعتها، انت لازم تمارس بايدك تمام؟ لازم تكون فاهم مكملات المجال نفسها في الماركتنج، لازم تكون فاهم يعني ايه كونتنت، يعني ايه سي او، يعني ايه طبيعه كونتنت، وتقدر تبني استراتيجيات مختلفه على طبيعه الكونتنت اللي انت بتفهمه، لازم تقيمه هل الكونتنت ده قابل ان هو او الكوبي دي قبل ان هي تكون اعلان ولا لا، وهل الكوبي دي سليمه ولا مش سليمه، وهقدر ان انا اعمل بيها اد ولا لا. لازم ان انت كمان تكون فاهم السيلز فانل بتاعه الشركه اللي انت شغال فيها او طبيعه المنتج اللي انت شغال عليه، يعني مثلا لو انا بتاع سوشيال ميديا وعامل او انا شغال على اعلان بيجيب الناس من خلال السوشيال ميديا ويحطهم على الويب سايت، فدلوقتي انا داخل عندي 100 عميل، ال 100 عميل دول في منهم 10 ما اشتروش، طب ال 10 دول ابتدي ارشح لهم منتجات جديده، ابتدي اعمل لهم اوفر، ابتدي ان انا اجيب ال 10 دول
بطريقه معينه، وعندي مثلا مجموعه من الناس هي ما دخلتش اصلا، تمام، عندي 50 شخص عمل كليك بس ما دخلتش، ابتدي اناليسز الناس دي ما دخلتش ليه، هل انا عندي مشكله في الويب سايت ما بيحملش، هل البيكسل عندي بايظ، هل الناس دي انترستد وبتكليك بس بتكليك غلط، في حاجه عندي غلط ولا لا. طب انا عندي في 50 شخص اشتروا، طب ال 50 شخص اللي اشتروا دول استهدفهم بمنتجات جديده، اقول لهم هاتوا ناس تانية تشتري وتاخد عليهم اوفر او ايا كان، على حسب انا اقدر ابتدي اطلع افكار مختلفه. طب انا في حاجات لازم اخلي بالي منها، طبعا في حاجات لازم ما تعملهاش، لازم تذاكر الاخطاء اللي بتحصل، ان انت ما بتذاكرش المنتجات ولا بتذاكر السوق، تخش تعمل الاعلان كده على الله وخلاص وبتزقها وخلاص، وده غلط. لازم تكون فاهم، انت لو انت مش فاهم البلاتفورمز والقنوات التسويه هيبقى عندك مشكله، ان انت مش بتحدد الهدف من الاعلان بالارقام. في ناس بتخش كده تعمل الاعلان وهي هدفها تبيع وخلاص، او هدفها ان انا اعمل اورنس، ما بقاش حدد ارقام. انا محتاج اعمل اخد من البوتنشال اودينس دول 100 عميل، 200 عميل، انا لازم اكون عارف انا هاخد كام من السوق، الشريحه بتاعتي قد ايه. انا مش فاهم كمان الخطوات الصح لمراحل العميل، العميل المفروض المراحل بتاعته بتمشي ازاي، بيبتدي يخش عندي من امتى لحد ما يخرج امتى، والله دخل من فيسبوك، ومن فيسبوك دخل على الصفحه، ومن الصفحه دخل على الاد تو كارت، ومن الاد تو كارت. انا فهمي لمراحل العميل نفسها ومراحل التراست بتاعت العميل مش مظبوطه، ان انت ما جربتش المنتجات دي في قنوات مختلفه. انا ممكن اعمل اعلان لمنتج شوز والمنتج ده ينجح على جوجل اد بشكل كبير جدا جدا، وما ينجحش على فيسبوك. فانت هنا بيبقى عندك مشكله لو انت اشتغلت على فيسبوك وقلت والله الاعلانات على المكان ده مش ناجحه. طيب ايه تاني ممكن يكون عندك غلط؟ ممكن يكون انت مش متوافق في الميزانيه بتاعت الاعلان، ميزانيه الاعلان بتبقى بالنسبه لك مش مظبوطه، يا اما انت حاطط بيد استراتيجي غلط، ويا اما انت حاطط ميزانيه قليله، يا اما انت مش قادر تنافس بشكل كويس في بالميزانيه بتاعتك، الموقع اللي انت بتبيع عليه مش فاهمه كويس، الموقع كله ملخبط، اليو اي واليو اكس بتاعته مش مظبوطين وانت ما رجعتهمش، ودي ناس كتير بتسقطها. انت مش فاهم الربط ما بين الاعلانات والقنوات التسويقيه والبلاتفورم اللي بتعلن عليها، مش فاهم تراكنج سيستم بشكل مظبوط، مش قادر تربط، فدي حاجات بتبقى مشاكل. طيب انا دلوقتي عندي مش قادر اجرب نوع معين من الاعلان، اكون فاهم اني نوع معين من الاعلان بتوافق مع افضل نوع من المحتوى مع المنتج ده، ده بسبب ان انا ما قدرتش ابني استراتيجي كويسه. طب هل انا في حاجات اساسيه لازم اكون فاهمها؟ لازم تكون فاهم استراتيجي للاعلان بشكل كويس، لازم تكون فاهم طبيعه العملاء، لازم تكون ترسم الكامبين قبل ما تشتغلها، لازم تكون فاهم تراكنج سيستم. الحاجات اللي انت اللي مكتوب عليها عدم فهم او انت ما فهمتهاش دي او انت ما عملتهاش، لازم تحومها، تحولها لحاجات اساسيه انت بتعرف تعملها. طب الخطوات اللي همشي عليها ايه علشان ابتدي اشتغل على كامبين بشكل مظبوط؟ لازم تكون فاهم طبيعه الصناعه دي ماشيه ازاي، طبيعه الاعلانات على الريل استيت غير المطاعم، غير المنتجات بتاعت المنتجات بتاعت الكوزماتيكس، غير المنتجات المختلفه بتاعت المدارس، كل مجال ليه طبيعه معينه لازم تكون فاهمها وقاري عنها وتقرا عن استراتيجيات كتير وتسمع من ناس مختلفه، لكن ما تسمعش عشان تطبق نفس اللي قالوه، تسمع عشان تطلع افكار مختلفه وتست وتجرب بنفسك. لازم تفهم الابعاد وتفهم الناس اللي بتتعامل معاها في التيم، التيم لو انت شغال مع تيم مش قادر تفهمه صح وهو مش قادر يفهمك، في مش هتقدر تطلعه نتائج كويسه. لازم تبني الخطه بتاعت الكلاينت والاعلان، بعد كده دي المرحله اللي بعدها، تبني الخريطه بتاعت العميل بتمشي ازاي عشان تقدر تبني له اعلان يتماشى مع الخطه بتاعته وخطواته. بعد كده لازم تجهز الاعلان وتراقب النتائج وتعدل بما يتناسب مع الاعلانات بافضل نتائج واقل 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 ميزانيه، تمام؟ دي كانت الحاجات المهمه او اهم الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيهم في الساعه ونص ولا الساعتين اللي فاتوا. يعني دي كانت اهم حاجه، ان انتوا تفهموا طبيعه المجال بشكل كويس، ودي ان شاء الله اشوفكم على خير، يعني اشوفكم على خير المرة الجاية، وتصبحوا على خير.